في ثاني فقراتنا لهذا الصباح رح نكون مع لاعب الخفة محمد الرفاعي، طبعا هو صديق البرنامج، رح يورجينا اليوم ألعاب جديدة ممكن بالخفة. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحك. يسعد صباحك محمد، شو الأخبار؟ يسعد صباحكم. تمام. يعني أنت يعني صديق البرنامج وصدفناك السنة الماضية وعملت لنا أشياء كثير حلوة وكانت ممتعة، ونحب نستذكر سوا يعني كيف اكتشفت موهبتك وأمتى أول مرة هيك عملت؟ اكتشف الموهبة هو تقريبا من هلا صار 12 سنة. يلا كل عام وهو بخير. هو بخير. تمام. صار لها تقريبا 12 سنة. فيك تحكي انه كان بالاول عبارة عن شغلة في القهوة. يعني بشتغل كنت بقهوة وما زلت يعني بشتغل بقهوة. كنت بس زمان اشتغل على اذا بتعرفوها على الصينيه المسك هاي، كنت اسوي فيها حركات احب الف فيها احط فيها الكاسه وبلش فيها الف فيها، يعني كانت هي مجرد انه اودي للزبائن بنفس الوقت انه تعمل شيء تغيير اعمل فيها يعني. بالضبط، فانه كانت عادي. بعدين شفت لاعب خفه هيك فحبيت الموضوع. كلبت بيني وبينه تحدي، كنت بالاول اتسلى فيها، كنت اعرف لعبتين قبل ما اعرفه، بعدين كلب التحدي، بعدين بلشت اللعب يزيد عندي. قعدت 5 سنين تقريبا في البيت اتدرب، حتى اهلي تفاجئوا لما طلعت، ما كانش حدا يعرف اني بلعب خفه. فجاه طلعت للناس. صار لي تقريبا طالع بهذا المجال يمكن 7 سنين بالشده، صار لي 5 سنين بلعب غير الشده. يعني محمد كيف بتطور حالك؟ يعني مثلا وصلت هاي المرحله هلا لقدام كيف ممكن انت تطور حالك؟ شوف مبدئيا انا كنت يعني 5 سنين مظبوط، بس كنت لسه باعتبار مبتدئ، لسه اعمل العاب بس مش هالخفه. كنت اتطور عن طريق الناس، اطلع على الناس، العب الناس، اشوف كيف ردت فعلهم للعبه، اخذ عن طريقهم قوه الخفه منهم، بخترع برضو العاب وانا قاعد بلعب معهم، بضرب براسي فكره فبشتغل عليها، ببلش بشوف شو النقص عندي، انه حاول هذا يكشفني معناته عندي نقص بهي الشغله، فببلش اطور فيها واخليها لدرجه انه ما تنكشف. والافكار وصلت بالنسبه للافكار انه هلا قاعد بخترع العاب. في يعني ممكن انه نسوي اشياء صارت بالنسبه للناس انه خرافيه، طبعا معروف هو العاب الخفه اللي هو التلاعب في العقل الباطني. اللي تقدر توصل الى شغله انت مستحيل انه تتوقع هذا يصير فبصير. فاحنا نخترع شيء، يعني مثلا نطلع مثلا على كاسه نفكر فيها، هاي الكاسه ممكن نعمل فيها شيء فبصير فيها شيء، ممكن نطلع على اي شيء ممكن نطلع عليه ممكن نسوي فيه شيء، فهذا هو الاختراع انه اي شيء بنطلع عليه ممكن نسوي فيه فكره. حلو. طب محمد اكثر الاشياء اللي بتحبها الناس من الاشياء اللي بتعملها بتتفاعل معها دائما؟ هي مبدئيا اكثر شيء بتحبها لعبه المصاري. مش حدا يحبش المصاري. بالضبط، في اول سؤال لك في المكعد هام، وشد كثير لانه شده عالميه فانه الناس متقبله معها كثير. واكثر شيء انا بستمتع فيها والناس يعني بيستمتعوا فيها اللي هي لعبه فن النشل. فن الايش؟ فن النشل اللي هي السركه. السركه. بالضبط، لما اطلع واحد من الجمهور واسركه كامل جميع اللي بجيبته ما خليش فيه شيء، وبعدين ارجعه. صار معي مواقف يعني كانت مش لاقي كنت تستغل هذا الشيء. شوف مبدئيا لسه ما بستغل. مبدئيا ولا قدام ممكن صراحه لانه في جيزه بدها تخش، يمكن ممكن ندخل خطبه جيزه، ممكن نفكر فيها. ممكن هي ضربه براس فكره بتجنن لهي المصمه. طيب ان شاء الله على خير. طيب محمد يعني بدناش نحكي كثير ونشوف نشوف اورجيكم لعبه اللي هي انا اخترعتها. هاي اللعبه يعني هي بالشده عادي، ولكن انا بتطوير مني طورتها هاي اللعبه. طبعا هي الشده قدامكم، فيش ولا كرت، مختلفات مش مشكله، جميع الكروت مختلفاتها. تمام، نخربشها شوي اذا بدك تطولها بتقدر يعني. مش مشكله، لا نطولها. تمام اوكي. مبدئيا بما انه انخربشت الشده وكل شيء تمام، بدي اياكي كمثال انه تأشر على كرت تأشير. بس تأشير؟ بدون الطول. مش مشكلة، بتقدر تطولي او تختار، اسحبي عادي مش مشكلة بأثر. شوف امون وريني. ورجي هي. يا ساتر. هذا الكرت بايدك، راح نخربش الشده كمان مرة، اللي ما نعرفش الارقام وين راحت بالضبط، وبدي اياكي هلا تحطي كرتك وين ما بدك في الشده. تمام. وهي الكرت. نورجي للكاميرا نشوفه بالضبط معنا الكاميرا اللي هو اللي فوق. تمام. هي موجودة عندنا هان. هلا ندخل الكرت في الشدة ونحطه على الطاولة وندخله على الآخر. معروف انه اول كرت اكيد مش راح يكون كرتكم، لانه في الشدة في شيء غير شكل واحد لأي كرت. واخر كرت اكيد مش كرتكم. مزبوط.
عندي هان خمسة وعندي هان ثلاث آخر كارت. خليني أنا هلأ أطول من جيبتي شدة وهمية، أفتحها، أطول منها العلبة، أفتح الكروت. كارت هيو بالماء، بعد الساتر موجود. لو تسحبيه هو جوكر مزبوط، هيو كارت بالماء قدامي. من طوره من هان نسكر الشدة وبحط أول كارت. عندي هان الجوكر، صار عندي أول كارت مزبوط. خلينا نسكر الشدة هاي، نسكر الخمسة هون بالضبط، ونمسك الجوكر من هون نعمل فيه هيك بعينك الله. طول اول كرت شوفي صار الجوكر بعينك الله، اذا مش مسترجي انا بتراشي. اوه ماي جاد، ايوه 100% هذا كرتك اللي انت هذا هو الكرت الجوكر مظبوط. هاي اللعبه راح نكملها بس بطريقه ثانيه. تمام، اعطيني الجوكر، راح نحط الجوكر. وهي برضه اللي هي لعبه التركيز، لانه الناس بفكروني انه لعبه سرعه، انه تختاري كرت عال زي هيك تعمل هيك طول الكرت، فكروها لعبه سرعه. فراح نسويها بطريقه ثانيه، بطريقة احنا رح نلعب فيها. بدي اياك هلا تختار اي كارت من هان. اختاري كارت يا تار. انت شايفه هيك؟ تار مش مشكلة. اوكي. هاي خمسة. اوكي، خمسة الكبة. هذا الكارت اللي اخترتي. وبدي اياك هلا بس تحكي لي وقف وقت ما بدك. اوكي، وقف. حط الكارت. وهيك وقفتيني وقت ما بدك، والكارت صار تقريبا بنص الشد. وين صار تقريبا الكارت؟ في نص الشد. لا احنا ما اتفقناش هيك، لساته اول كارت بدك تركز منيح. موجود عندي اول كارت اللي هو الخمسه كوبي، كمان مره راح نركز فيها اكثر. نمسك الكارت. وين صار كارتك؟ في نص الشد. لا احنا حكينا من الاول انه هاي كارتك مش اول كارت، معناته بنص الشد. خلينا نشيله من نص الشد نحط اول كارت، فبصير عندنا اول كارت اللي هو يا الله. كمان مره بدك تركزي اكثر. اوكي اوكي. وين صار كارتك؟ نص الشدة. لا هو اكيد مش اول كرت عندي هان الشيخ، جلطني الشيخ. خلينا نخليه خمسة احسن بالضبط. فبصير عندي هان 500% موجود عندي هون. بالنسبة للشيخ وراح، اذا بتغيريه بصير الشيخ، بصير عندك ولد، وهذا الولد تقدر تمسكيه وتعملي هيك، بصير عند الشيخ موجود عندي هان. فهذا الشيخ، فهيك استكملنا اللعبة سريعا. طيب محمد، يعني كيف يعني لعبة الخفة بدها سرعة وبدها كل هاي الاشياء، كيف هيك؟ هي بدها تقريبا بدي شغل جميع ذهني فيها. تمام، اللي هي بتستعمل فيها، بستعمل فيها علم النفس. ما تقول اني دارس دراسه، لا دراسه شخصيه. عن طريق هذا الشيء بشوف الشخص كيف ممكن العبه في الوقت الحالي. طورت لدرجه انه ممكن العب اي شخص بسهوله. الشخص حتى لو انه ما بتفاجئ بخليه يتفاجئ. عن طريق اللعبه انه بطلع بعيونه خلص بعرف انه هذا لازم العب لعبه معينه، مش اي لعبه بيلعبها. تمام، فصار هذه هي شغلة القوة بإيدي، لوصلت مستوى كبير فيها. طب يعني محمد، مثلا في حال صار معك خلل خلال وانت بتعمل اللعب الخفة، كيف بتتفادى هذا الموضوع او شو بتتصرف بهذا الموضوع؟ شوفي، كل خلل بتصير معي الصراحة، كل خلل بعرفش هي حظ ولا صدفة، كل خلل بتصير معي بتصير اللعبة اقوى بالزيادة. يا ما صار معي خلل والعب ضربة حظ، فانه احكي له اختار كارت، فيختار كارت. مثلا انا حطيت كارت هان، نضرب ضربة حظ مش مشكلة. حط رقم براسك من 5 إلى 10. اوكي. 8. مش 8، ايش الرقم؟ 4. من 5 إلى 10 قلت لك. اوكي. شفتي؟ طب يلا ثاني مرة. اوكي، هذا الخلل منك. حط رقم من 5 إلى 10. اوكي، احكي على طول. 7. انا حكيت لك 8، انت حكيت 7. 8 ما زبطت، مش مشكلة، ضربة حظ. انا قلت لك راح تطلع لك الرقم 7، انا مجهز لك. كيف؟ لا حظ تضرب معي مش مشكلة. لو حكينا كمان مرة. طب انا لو حكينا كمان مرة راح يكون في شيء مرتبط بينهم، بس راح نسويها بطريقة ثانية. حط رقم من 1 إلى 5 براسك. اوكي. احكي. 2. 2، هي اختارت 4 قلت لك بطريقة ثانية، وانت اخترت 2 لأنه هذا الرقم عشوائي، فراح تتوقع انك انت اخترتي مزبوط. انت اخترتي 4 وهي اختارت 2، الفاصل بينهم قديش؟ 3. الثلاث بتلاقيه موجود هان، رقم 3 اكيد موجود. كيف 3؟ يعني نلعبها بطريقة الرقم اللي بين الاربعه والاثنين. فكرت قديش بيناتهم. اوكي اوكي، لو قلت لك انه هي شد قدامك، بدي اياكي تحكي لي وقف او تحفظي كارت على السريع. اوكي حفظتي كارت؟ اوكي، هذا الكارت براسك. شوف، من بين 52 كارت صعب اعرف الكارت اللي انت اخترتيه، فخليني احاول اتوقع انه الرقم اللي اخترتيه اللي هو الرقم 2، هذا هو كرتك؟ لا. متأكدة مش كرتك؟ خليه هون. ايش كرتك اللي اخترتيه؟ قص. قص، اوكي. في عندي هذا الرقم 2، خلينا نسوي شغلة بس سريعة. اسوي هيك، امسك الكرت هذا احطه تحت ايدي، اطلع عليه منيح، بتلاقيه موجود هون، تعمل هيك بصير عندك القص، قص قلب اسود اللي هو انت اخترتيه 100%. قص الاسطوري. وين راحت هذيك؟ وين الاثنين؟ الله بعوض عليها.
يا الله. صار عندي تطور. يعني هلا يعني اعترف محمد خلال هلا الحلقة هلا صار في خلل وانت حاولت تفادى الموضوع بدون ما احنا نحس؟ صار في خلل. صار في خلل. ما قلت لك بدي العب لعبة حظ، ما قلت لك بدي العب لعبة عادية. انا بعتبر انه في عندي حظ كبير بهي اللعبة، خصوصا زي موقف صار معي. كنت بجامعة في بيت لحم، لعبت ناس، فكنت متفق مع صاحبي انه ارن عليه على التليفون ويعطيني الارقام اللي راح يختاروهم الجمهور. فاختاروا كرتين، فقلت له رنيت عليه فقلت له بتصل عليك كمان 10 دقائق وبتحكي لي شو الارقام. قال لي ماشي. رنيت اول مره قدام الجمهور طبعا وعلى المايك، ثاني مره، ثالث مره، فعلى سبت انه شو اسمه جامايكا. ما ردش صاحبي، ما ردش جامايكا. جامايكا انا انفلمت، فقدام الجمهور اطلع اهبل قدام، لا مش مزبوط، لاني مع شركة كبيرة كنت بشتغل. فجيت عليهم قلت لهم اوكي مش مشكلة، جامايكا هو مش موجود على التلفون صراحة، موجود معنا هان، فخلينا نلعب معي هان. الرقمين اللي اخترتوهم اذا انا عرفتهم ممكن اكون عارفهم، فخلينا نختار واحد من الجمهور انتوا تختاروه وهو اللي راح يعطينا الارقام اللي انتوا اخترتوها. فلعبت ضربة حظ، فاخترت واحد من الجمهور، قلت له في واحد معي اشكال وفي واحد معي ارقام، مزبوط؟ فقال لي مزبوط. قلت لهم طيب اعطيني شكل. قال لي ولد. قال مزبوط ولد. فقلت له اعطيني رقم. فأعطاني رقم، طلع 100% مزبوط. بس يومها كانت أقوى لعبة بين الجمهور، كانت لها ردة فعل مش طبيعية، لدرجة إنه الشركة اللي كنت أشتغل معها كانوا يطردون عليها. لا بحكوا لا أنت مركوب، أنت فيك إشي. يعني ما بتواجه هذا المشاكل دائما مع الناس إنه لا أنت فيك إشي خطأ؟ يعني شوفي خلال زمان كانوا يعطوني 30% انت لاعب خفه، 70% انت فيك اشي، هلا بعطوني 99% انت فيك اشي، 1% انت لاعب خفه. للي بيقتنعوش تعرف فيهم الفلسفه. بتحس حالك حين تتعب من هذا الموضوع انه بلعب بالخفه؟ اذا سويت العرض، اذا كان جمهور كبير سويته اكثر من نص ساعه بهلك. اذا كان العرض للطاولات مثلا اكثر من ساعه ونص بهلك برضه. يعني لأنه التركيز طبعاً بياخد جهد كبير. التركيز هو أكثر إشي بياخد جهد من البني آدم، لدرجة إنه لما الواحد يتعب نفسياً بتعب من التفكير. بتعمل سحر يعني غير ألعاب الخفة؟ بتعمل سحر ولا ملكاش على الموضوع؟ لوش على اللون يمكن. سحر سحر. سحر سحر. عم بنصحك. وعشان بنصحك شو تخش فيه؟ لا ده بسأل أنا. لا لا طبعاً لا ما بعمل، الحمد لله. واضح. عشان هيك قلت لي بنصحك. تمام محمد، يعني أنت لوين حابب توصل؟ إيش طموحاتك المستقبلية؟ شوفي مبدئيا ان شاء الله راح اطلع اذا الله راد بشهر 7، ما بعرف اذا راح تزبط ولا لا، اعرف تايلاند. في الوقت الحالي عقلي بأرجو تايلاند، زبطت هناك زبطت، ما زبطت راح ابلش حياه جديده زي ما بحكوها. يا بستمر في العاب الخفه لانه على الفاضي في البلد هان، يا اما بطلع بشيء جديد. شو مفكر يعني حاطط في بالك شيء جديد ولا لسه؟ هو مبدئيا مشروع حابب. يا بطلع بكمل بالعاب الخفه، يا اما بفتح لي مشروع وخلص. العاب الخفه هوايه بالضبط. لا ان شاء الله بتحقق كل شيء بدك اياه. ان شاء الله ان شاء الله. طب يعني هيك ختامها خفه مع لا بدوش يكشف لنا ولا شيء ولا اي حاجه. طب احكي لك شيء بسيط نتعلم. يعني علمنا شغله نصير نضحك على اصحابنا. مش حلو انت احنا بس بنعرف تاعت الاصبع المقطوع والجمهور ما يتعلم. مش حلو هي خلص مش مشكله، بنسمح لهم يتعلموا معنا. نعطيهم باخر الحلقه اللعبه، بس هلا خلينا نسوي لعبه هيك سريعه. ولا لا خلينا نسويها لعبه الخلايلة، انا بحب هي. ليش؟ لان هاللعبه عباره عن لعبتين مش لعبه. بتكون الناس ممكن تتفاجأ، بس الخلايلة بتفاجأوش. ايش هذا يا زلمه؟ لا ما بزبط. لا سويها كمان مره، فانا سويت لعبه ضربتين، لعبتين بلعبه. بدي اياك تسحبي. يعني انت عارف انهم رح يخلوك تعيدها، فانت مجهز انه لعبتين. خصوصا الخلايلة انا بحب العب مع الخلايلة كثير، بموت في اللعب معهم. ورجيهم الكاميرا. أيوه. فرجينا. جاهز؟ اوكي بدي اياك تحطي كرتك وين ما بدك تشدد. تفضل شد بايدك. خربشي هذا حبه، خربشها من وراك يا أمي. اسمع حط الكرت أول كرت. أوكي. أوكي هيك تمام خربشة. أوكي. يا ساتر. خلينا نحاول نطول كرتك. لو بدي أطوله هيك ممكن تحكي إنه الرقم ممكن يبين معنا ممكن ما يبينش. مزبوط بين معك لحد الآن؟ أشوف. بين معك الكرت؟ نعم. أوكي. شوفي خلينا نخربشها كمان مرة. نخربشها بطريقة تانية. خلينا هيك الناس بتحب تخربش هي عشان تقتنع. تمام مش مشكلة الكروت توكا. خلينا نخربشها بس أنا بطريقتي. اللي هي للخلائل هاي. إيش مقلوب وإيش مش مقلوب؟ خلينا نخربشهم.
جميع الكروت مخربشة. تمام هيك. هيك جميع الكروت شو صار فيها؟ إشي مقلوب وإشي لا، إشي مقلوب وإشي لا، إشي ممكن تلاقيه هيك، ممكن تلاقيهم التنتين على شكلين مقلوب، مزبوط؟ أوكي، بدي إياك تفتحي إيدك وسكر عليهم في الإيد الثانية. تتوقعي كرتك مقلوب ولا مش مقلوب؟ مش عارف. طيب راح أستعين أنا بشغلة اللي هي الشهادة الوهمية. أوكي. أوكي كرتك 4 دينار مزبوط. أوكي خلي جوا خلص مش مشكلة. كرتك تتوقعي مقلوب ولا مش مقلوب؟ مقلوب. مقلوب. هلا صار مقلوب حتى لو مش مقلوب خلي. كذبت بدك وقت عشان ترجع الكروت زي ما كانت. قديش بدي وقت؟ كثير. كثير. نعمل فيها هيك. أعطيني شدة. بتلاقي جميع الكروت هان. مع هذا الأربعة. رجعت زي ما كانت إلا 4 دينار هو كرتك. لسه أتعلمها. أنت اخترتي. كيف؟ تعلميها طبعا. يا رفاعي. راح أعلمكم لعبة اللي هي لو بدي أصير من وراها دجال بصير. تمام؟ أوكي. أوكي خلينا نخرب الشدة. هاي اللعبة سريعة راح تكون لكم للجمهور. بدي أول نورجيها للجمهور. اسحبي كرت. احفظوا. هاتني احفظ. جاهز؟ خلينا نورجيها للجمهور على السريع. طبعا. دن؟ تمام. تمام. بدي إياكي تحكي لي وقف. تمام. حطي كرتك. وهي كرتك صار في الشدة ونخرب الشدة. وهي كرتك صار في الشدة. اطلع إذا كرتك موجود ولا لا بس. اطلع عليه تطلية. بتحكي لي أو لا بس. كان موجود نسيته. موجود. كمان مرة ركزي منيح. هاي الكروت. موجود. موجود في الشدة؟ أكيد. أوكي. خلينا نحط الشدة. افتحي إيدك. شوفي هاي التلاعب في العقل. اطلع على الأشكال المرسومة بإيدك. إيش مرسوم أشكال بتتوقع هيك زي أرقام؟ 18 81 زيدي 1+8 9 هذا الرقم. بما انه قلبك اسود اكيد قلب اسود راح يكون. تزعليش انا قلبي اسود. هاي بعتبروها دجل ممكن اصير من وراها دجال بس خليني هلا اعلمكم اياها. اوكي كيف تتسوى هي اللعبه. انا بموت في الاسود الصراحه. هي اللعبه هاي خصوصا هي الوحيده اللي بدهاش خفه. بدهاش خفه؟ لا لا. طب ولا ايش بدها؟ بدها بس تركزي في الكرت وتحفظي موقعه بس. كيف تحفظي موقعه؟ يعني مثلا انا لما قلت لكم اسحبوا كرت انت سحبتوا بافتراض هذا الكرت انا ما بعرفه نهائيا. تمام. نمسك الكرت. الكرت شو هو؟ 10. نحط الكرت. شوفي انا حافظ اخر كرت. انا حطيت كرتكم وين؟ اول كرت. وانا حافظ اخر كرت اللي هو 2 الديناري بدون ما اعطيكم اي انتباه ان انا حافظه. انا حفظته. يعني ممكن وانا بخربش ممكن بس اطلع عليها هيك شده حفظت 2 دينار. هان بخربش لما خربش بخربش لازم اقسم هاي النص واثنين دينار يكون فوقها فتصير تحت بالضبط. فهيك بنخربشها بصير 2 دينار وين؟ تحت الايه فوق العشرة. فوق العشرة صح. فهلا هان بخربش طبعا هاي العشرة موجودة هان بحفظ موقعها تقريبا بالنص بخربش بعيد عن العشرة برجع بخربش اكثر شوي بعيد عن العشرة بورجيكم من انا شو خربشت الشدة. فبحكي لك شوفي اذا كرتك موجود ولا لا فانت بتدور على العشرة انا بدور على 2 الديناري. ندور. فهيك انت بتشوفي العشرة. انا بكون شفت الديناري. فخلينا نقلب العشرة. فهيك بما ان انا شفت الديناري بعرف ان الكرت اللي تحت شو؟ 10. العشرة دينار هو كرتكم بضل ماشي. بحكي لك تأكدي كمان مرة اذا انا ما انتبهتش. فبتتأكدي 10 دينار. اوكي بالضبط انا بدي اتأكد مش انت. فهان اسمها التحكم في العقل ان اتحكم فيكي بلساني. تمام. فبمشي في الكروت هيك فبتشوفي كرتك فهان انا ببلش شو الطلاسم بتاعتي انه افتحي ايدك فبتفتحي ايدك وهي خفه وهي شعر واقف بالضبط تفتحي ايدك. اوكي بما انك فتحتي ايدك فانا بكون حافظ هالاشكال اصلا بالضبط يعني بالضبط او ممكن اطلع احكي لك كم اصبع انت ايدك اكيد راح يطلع كرتك 10 ما بزبط بامكان ان سحبك مثلا 9 كروت احكي لك انه كرتك 9 على عدد اصابع ايدك فبتحكي لي عدد اصابع ايدي 10 فبحكي لك افتح ايدك التنتين افتح يوم هيك بالضبط لو نعدهم 10 9 8 7 عندك اخر 1 6 وزائد 5 يساوي 11 مزبوط ولا لا هي 10 9 8 7 6 زائد 5 يساوي 11 فبترجع بتحكي لي لا مستحيل فبحكي لي خلينا نعدها 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بضل عندك واحد زياده معناته كرتك قص فممكن نلعب فيها هيك حلو يعني بالحكي انت كمان بتلعب بالعقل الحكي هو اساس اللعب طبعا الخفه اذا كان العاب خدع شوارع
اذا كان خدع سحريه لازم يكون مش في الحكي طبعا، في اغاني. فعلا هو موضوع ممتع وجميل وكثير استمتعنا بهذه الفقره، ان شاء الله كمان مشاهدينا يكونوا استمتعوا فيها. شكرا كثير لك محمد رفاعي لاعب الخفه والخدع السحريه. شكرا كثير لك جد، موفق ان شاء الله توصل بدك اياه. شكرا كثير ان شاء الله. ننتقل لفاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.